يعني اجواء حميميه كانت يعني في مستوى عالي، وهذا العام خاصه 2024 كان يعني مهرجانات كثير. ان شاء الله نقول لهم يا ربي يدوم هذه الفرحه اللي بسكو عندنا بزاف ما شفناش هذه المهرجانات، يعني 2024 كانوا في القمه. ولا فرحانه بهذه التظاهره وفي نفس الوقت فخوره، وتوحشنا الفنانين. كانت هذه فرصه انه نتلاقاو، وحبيت نقول لهم برافو ليكم كلكم، كلكم ابدعتوا، كلكم كنتوا في المستوى تكملوا. نحب في كل مناسبه نلبسوا اللباس التقليدي الجزائري الكراكو، لبس هذا الكراكو، فنحبوا في كل مناسباتنا نتبهاو بلباسنا التقليدي. هذه الطبعة نقول أنها اندارت بعد غياب يعني لظروف الكوفيد وظروف أخرى شخصية. استخدمنا على الطبعة هذه يعني تقريبا من عدة أشهر وإحنا نشتغل عليها. حبيناها، هي كانت طبعة جزائرية من الطبعة الأولى، لكن قلنا باحتشام ندخلوا الدراما العربية. كان بإمكان، ما كانش يعني في أول مرة ندخلوا 128 مسلسل. تقريبا السنة هذه كل الدول العربية أنتجت، وانتجت يعني بكثافه. دخلنا عملنا يعني تجربه حتى نشوف قادرين ولا ماناش قادرين. انا نقول نخلي لكم انتوما تحكموا على هذه الطبعه، لكن نقول بفضل طاقم ذهبي لجينيريك ذهبي صنعنا المستحيل وصلنا وعملنا. انا غير نشوف يعني الوجود وهذا الوجوه يعني اللي فرحت، ونشوف لو بارتير بوليتيك اللي جا. اول شيء نقول نعبر على ارتياحي لما تشوف يعني لو بارتيغ بوليتيك اللي حضر، معناتها ان الدوله عاطيه قيمه لهذا الشيء، وهذا الشيء لو سوفت باور. الصوره هي اصبحت السلاح الحالي لكل الامم. يا ريت وحنا عندنا كل الاشياء اللي قادرين نبهروا بها العالم، اللي قادرين نغزيو، لا اريد ان استعمل كلمه الغزي، قادرين نوصلوا الى اقصى درجه. عندنا تاريخ، عندنا سياحة، عندنا أفكار، عندنا شباب. أنت شفت المسلسلات، قادر يعمل المستحيل. مساء الخير عبد الباسط ومرحبا بك. مساء النور عبد الباسط. اليوم هالتظاهرة اللي عندها بعد عربي أكيد نتشرفوا بها احنا جزائريين، واليوم أنت فنان أكيد صوتك عنده نقولوا فات الحدود الجزائرية وراح للعالم العربي، واش يعني لك مثل هالتظاهرة؟ يعني تظاهرة الطبعة الثانية لجينيريك الذهبي يعني فيها تنويع. أنا أولا نشكر المؤسسين تاع حاد الجينيريك الذهبي لأنه عملوا حاجة جديدة، يعني في المسابقة هذه زادوا ضموا في المنافسة أعمال عربية، وهذا يبشر بالخير. وأنا أؤكد ما دمت عضو باللجنة ما راح نحكي لكم يعني الجواب راح يكون عند المقرر وعلى الخشبة، يعني ما راح نحكي لكم، لكن أبشر أنه الدراما الجزائرية فيه شباب ما شاء الله، فيه شباب نحكي ونعيدها، فيه شباب مخرجين مبدعين فنانين ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله نكونوا ننصفوا يعني في هذه الطبعة للمبدعين اللي شاركوا في هذه 8 مسلسلات، وإن شاء الله يكون الخير. شعرني فرحان بزاف اليوم بهذه التتويجات كامل، وفرحان قناة شروق اللي دات أغلب الجوائز تاع هذا العام، ونشكر قناة شروق اللي دارت فينا الثقة، كما نشكر جميع التقنيين والممثلين وكل من سهر على هذا المشروع، وان شاء الله مشاريع اخرى. وكما قلت هذا التتويج نهديه لروح الفنان حليم زريبع ربي يرحمه ان شاء الله.